الشمس لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا الشلفة مع بث عنابة 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 أبناء التحدي أبناء التحدي أبناء التحدي إذا حضر ملك السيوف حضرت الإنجازات حضر التاريخ ملك السيوف وشرس المضمرين. وهذا هو محمد بن سالم الجنوبي وهذا هو فهد بن محمد بن بطي وأيضا ناموسا مستحق في هذا اليوم بشعار الأنيق ملك السيوف. فهد بن محمد الزعبي ألف مبروك فوز عنابة بالشلفة الفضية للبكار العمانيات تجعلنا مسندين. مرحبا ومسهلا يا أبو ريك، تسهل خير وعافية. أبو محمد وش سلالة عنابة؟ سلالتها بيها ولا شيء المهيري وأمها من شيء الهرش. ومشاركاتها قبل الشوط الرئيسي الليلة شو إنجازات الناقة؟ إنجازاتها ناقة السابق في الإمارات وهنا ناقة سوق ما تبغي كلام. نعم، والليلة الشوط كان يعني كان مثل ما تقول حائر طائر، ولكن في الأمتار الأخيرة اختفت الشلفة في آخر 50 متر ما شاء الله. الليلة الشوط ضغط. نعم. من يوم قام إلى انتهى، جات المنافسة بين ناصر المسند وابن جميل وابن خموش. نعم، يعني ثلاث بكار مرشحات حتى الأمتار الأخيرة كان في رؤية في ضبابيها، لكن عنابية فرضت نفسها في الأمتار الأخيرة. ما يحتاج الشوط ضغط واضح و تابعته في الميدان ولا في لا في الميدان. الله الله، كيف كانت أعصابك أثناء المتابعة؟ مشدودة والله أعصابي، أعصاب واحد منافس على رمز، وإيش رأيك؟ أكيد. كيف كانت متوترة الأعصاب؟ متى ضمنت الفوز؟ بعد الخط النهائي. الله الله. نعم، بيض الله وجهك هذا الفوز والناموس يا أبو محمد لمن تهدي؟ وجهك نهديه إلى الأمير الوالد وإلى محبين شعار ناصر المسند وإلى ناصر بن المسند بنضم بالراشد بن بطل. بيض الله وجهك، شكرا جزيلا يا فهد بن محمد وجعلنا مسندايم، وشكرا جزيلا. تستاهل خير، الله يطول عمرك أبو ريك. الفخر والعز تاتي بالعزايم، حاجتين انت ضمن ان الله ضمنها، سجلوها واعلنوا ناموس تايم، فرحة من عشاء ما سج منها، فرحة من عشاء ما سج منها، والتهاب